مهلا، ليست هذه الامتدادات الرملية البيضاء والتي تغطي مساحات واسعة من الجزائر خاصة المناطق الشاطئية مجرد رمال تذروها الرياح ولا فائدة منها كما يظن الكثيرون، وإنما هي كنز هائل تتكشف أهميته يوما بعد يوم، حيث يحتوي على العديد من المعادن والعناصر النادرة التي لا غنى عنها في تقدم كثير من الصناعات الحديثة، وفي القلب منها صناعة السيليكون والرقائق الإلكترونية التي هي عماد صناعات المستقبل. ومن ثم فإن الدول التي تستطيع استغلال هذا الكنز واستثماره بشكل صحيح وتتوسع في تصنيعه يصبح طريقها ممهدا نحو اعتلاء مقعدا مرموقا بين عمالقة العالم في الصناعات المتقدمة، وتجربة تايوان خير دليل على ذلك. هيا بنا نكشف التفاصيل. أهلا بكم وكل التحية لحضرتكم. في الجزائر الآن هناك اتجاه قوي نحو تشييد قلاع وطنية لصناعات السيليكون والرقائق الإلكترونية، تستهدف بالأساس إنشاء وادي سيليكون جزائري يجمع عدد كبير من الشركات والمؤسسات المعنية بهذا القطاع الصناعي الحديث على غرار تجارب عالمية ناجحة، كما التجربة التايوانية الجديرة بالاحترام والتي سنأتي على ذكر بعض تفاصيلها لاحقا. إن الجزائر مؤهلة لتحقيق طفرة كبيرة في هذا المجال الصناعي الواعد لعدة أسباب، من أهمها أولا وجود احتياطيات هائلة من المادة الخام التي تقوم عليها هذه الصناعات، وهي رمال السيليكا أو رمال الكوارتز، ومصدرها الكثبان الرملية البيضاء ذات النقاء العالي والتي تحتوي على حبيبات معدن الكوارتز بنسبة تتجاوز 98% وقليل من الشوائب والمعادن الثقيلة. جدير بالإشارة أن هذه المادة بصورتها الخام رخيصة الثمن قياسا بالخامات المعدنية الأخرى كخام الفوسفات على سبيل المثال، حيث يتراوح سعر الطن الواحد من رمل السيليكا الخام بين 7 و12 دولار أمريكي وفقا لدرجة النقاوة، إلا أن قيمته المادية تقفز بشكل كبير بعد عملية تحويله الأولية لتتجاوز 6 أضعاف، بينما تقفز أسعار السيليكا المجوفة أو بالأحرى كويرات السيليكا التي يتم إعدادها صناعيا ليبلغ ثمن الكيلو جرام الواحد مئات الدولارات، وتتجاوز القيمة المضافة على منتج السيليكون بأكثر من 3000% من قيمة تصديره كمادة خام. ومن المنظور العلمي فإن للسيليكا مصدران أساسيان، الأول عضوي مثل النفط والفوسفات، ويتكون من بقايا الهياكل العظمية للحيوانات النافقة والمدفونة على مدار ملايين السنين، والثاني معدني وهو الأكثر شيوعا، حيث أن عنصر السيليسيوم يمثل ما يقرب من 28% من القشرة الخارجية للأرض، منها حوالي 12% من رمل السيليكا، بينما النسبة الباقية تكون على شكل سيليكات طينية. ويصل الاستهلاك العالمي حاليا من رمل السيليكا إلى نحو 15 مليار طن. ومن أجل تصنيع الرقائق الإلكترونية من السيليكون يتطلب ذلك إقامة منشأة صناعية ذات تجهيزات خاصة، حيث يتم تنقية السيليكون وصهره ثم تبريده في غرف نظيفة تماما بدرجة تفوق نظافة غرف العمليات بالمستشفيات، وذلك من أجل تشكيل سبيكة سيليكون نقية تماما وخالية من أي شوائب أو غبار، ومن ثم يتم تقطيعها على شكل أقراص، وهذه هي التي تسمى الرقائق. وعادة تتألف الرقاقة الواحدة من 30 طبقة، في كل طبقة دوائر إلكترونية معقدة، وعن طريق أجهزة حوسبة خاصة يتم إجراء عملية تسمى اختبار فرز الرقاقات للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير القياسية المعتمدة في هذه الصناعة. ثانيا وجود العقول الوطنية التي زاع صيتها في العالم،
والتي تمتلك قدرات ومهارات علمية لتنظيم وقيادة هذه المنظومة الصناعية. يقول بروفيسور فريد بن يحيى: كان لنا تجربة رائدة في هذا المجال، وكنا أول بلد إفريقي يصنع شرائح الإلكترونية من خلال مصنع سيدي بالعباس غرب العاصمة، والذي تعرض للحرق والتخريب إبان العشرية السوداء التي مرت بها الجزائر. وأضاف: لدى الجزائر الآن خبرات وكفاءات ومتخصصين في هذا الشأن الإلكتروني، مؤكدا أن الجزائر باستطاعتها تحقيق تقدم كبير في هذا الميدان. كما أن الجزائر لديها الكثير من العقول المهاجرة والتي زاع صيتها في وادي السيليكون الأمريكي، وتتمنى خدمة بلادها في هذا المجال. ثالثا: نجاح التجربة التايوانية في هذه الصناعة ووصولها إلى مقعد الصدارة العالمية في وقت قياسي يعد حافزا قويا ومبشرا لنجاح الجزائر في هذا الاتجاه، حيث أن تايوان في الوقت الحالي تستحوذ على أكثر من 20% من السوق العالمي لإنتاج السيليكون والرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات الفائقة بدقة صناعية تتراوح بين 5 و10 نانومتر، مما يجعلها تحتل المرتبة الأولى عالميا كمزود رئيسي للغالبية العظمى من الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات التي يعتمد عليها في صناعة أكثر المعدات والأجهزة تقدما في العالم، بداية من الألياف البصرية والألواح الرقمية التي غزت العالم وهواتف الآيفون لشركة إيبل، وصولا لطائرات F-35 المقاتلة والضاربة في سلاح الجو الأمريكي، ومرورا بالسيارات الإلكترونية الحديثة وتعدين العملات الرقمية المشفرة والخلايا الشمسية لإنتاج الطاقة النظيفة وغيرها من تقنيات تخزين الطاقة المستدامة والمتجددة. حتى في المجال الطبي تستعمل رقاقات السيليكون المجوفة في حمل بعض الأدوية إلى داخل الجسم، ومن ثم صار ينظر إلى هذه الصناعة باعتبارها الدماغ المشغل لكل الأجهزة الذكية والمعدات الإلكترونية المتقدمة. ولعل هذا أحد أهم الأسباب وراء الدفاع الأمريكي المستميت عن تايوان ومنع الصين من تحقيق نفوذ لها في تايوان، مع ضرورة الإشارة أن شركة TSMC التايوانية على سبيل المثال تصنف في الوقت الحاضر كثالث أكبر منتج لأشباه الموصلات في العالم. وحول أهمية السيليكون والرقائق الإلكترونية في صناعات المستقبل، ذكر غير واحد من خبراء اقتصاد المعرفة أنها بمثابة النفط الجديد والثروة القادمة. يقول بات غيل سينجر الرئيس التنفيذي لشركة انتل أنها حاسمة لكل جانب من جوانب الوجود البشري، وأضاف: كل شيء أصبح رقميا أكثر فأكثر، وكل شيء رقمي يعمل بأشباه الموصلات، لذلك هذا أمر بالغ الأهمية لكل جانب من جوانب الوجود البشري. وإذا كانت احتياطيات النفط حددت الجغرافيا السياسية على مدى العقود الخمسة الماضية، فإن وجود سلاسل توريد التكنولوجيا وأشباه الموصلات سيحدد الجغرافيا السياسية للأعوام القادمة. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل تنجح الجزائر فيما نجحت فيه تايوان وتصعد إلى مصاف الدول الكبرى في صناعة السيليكون والرقائق الإلكترونية؟ إن كل المقومات الأساسية لهذا الصعود تمتلكها الجزائر بالفعل، حيث وفرت المادة الخام والكوادر البشرية الوطنية ذات الذيوع العالمي في هذه الصناعة المتقدمة التي لا غنى عنها في تحقيق مستقبل أفضل للجزائريين وضخ المزيد من العملات الصعبة في خزينة بنك الجزائر المركزي. وعلى أرض الواقع، أعلنت الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية عن منح 7 رخص للاستكشاف المعدني، من بينها استكشاف رمال السيليكا في عين البيضاء بولاية ورقلة ونغرين بولاية تبسة وشواطئ خرائف لعوينات في الغرب من ولاية سكيكدا، وكذا بمواقع أخرى في تيميمون وبومرداس وسوق أهراس، وحصر الاحتياطيات الهائلة من رمال السيليكا على امتداد نهر الرمال الكبير في شمال شرق الجزائر، والذي ينبع من السفوح الجنوبية للجزء الشرقي من السلاسل الجبلية النوميدية التي هي جزء من جبال الأطلس التلي، ويتجه نحو الشرق محازيا لتلك السفوح حتى يبلغ مدينة قسنطينة، ويمر النهر تحت جسور طبيعية متعددة، ويشكل في طريقه عدد من الشلالات
أهمها شلال سيدي مسيد الذي تسقط مياهه من ارتفاع 80 مترا. وبحسب تصريح بروفيسور ياسين جريدان الخبير في تكنولوجيا النانو ورئيس مشروع تطوير صناعة رقائق السيليسيوم في الجزائر، فإن الجزائر دخلت بالفعل إلى عالم هذه التكنولوجيا المتقدمة ودشنت محطات لصناعة الدارات الإلكترونية والبرمجيات الحديثة، وما زال في الجعب المزيد لنقل الجزائر إلى مصاف الدول الصناعية. ففي عصر الثورة الصناعية الرابعة فقط يربح من يحقق أعلى استفادة من ثرواته والاستثمار في خاماته الطبيعية، ويجعل ذلك طريقا له نحو آفاق صناعة المستقبل. ننتظر آراءكم وتعليقاتكم التي نعطيها كثير من الاهتمام، ولا تنسوا الدعم والاشتراك في القناة.